ومعنا في الاستوديو الكاتب الصحفي سيد احمد والباب، اهلا وسهلا بك سيد احمد. حياك الله. بدايه، هل تعتقد ان يتفق المشاركون في جلسات الحوار التمهيديه على تاجيل موعد الحوار كما طالبت بذلك كتله المعاهده؟ اطلاقا القرار اتخذ رسميا من طرف الحكومه الموريتانيه للجهه الرائيه للايام التشاوريه الممهده للحوار الحالي بان لا تاجيله. الجلسات مستمره حتى يوم الاثنين القادم، سيعلن في مؤتمر الصحفي عن وثيقه جديده تقدمها الورشات المكلفه بالنقاش الداخلي، تعبر عن وجهه الاغلبيه وبعض النشطاء المعارضه الذين شاركوا وهم قله. هذه الوثيقه ستكون بمثابه النقاط الجامعه التي ستطرح للحوار المتوقع ان يتم بعد شهر من الان. في ظل غياب الطرف الاخر المعارض ممثلا في المنتدى الوطني للديمقراطيه والوحده، كيف يمكن وضع جدول اعمال الحوار؟ الأغلبية أعلنت قبل فترة وقبل أسبوعين على أقل تقدير بأنها ستدخل الحوار بمن شارك. وأعتقد أن المعاهدة من أجل التغيير منقسمة على ذاتها. الرئيس بويدل الحميد حضر وحضر معه بعض نواب حزبه وبعض الفاعلين به اليوم الأول للتشاور، طلبوا فعلا بتأجيل الحوار ولكنهم تلقوا الرد قبل أسبوع من الآن حسب ما علمت من مصادر جد مطلعة بأن لا تأجيل للحوار، ومع ذلك شاركوا في الجلسة الافتتاحية واختاروا أن يعطوا رسالة للرأي العام بأنهم متمسكون بالحوار والمشاركة فيه، ولكن أيضا مع تأجيل النقاش لإشراك منتدى المعارضة. الجواب كما قلت لك تلقوه من الحكومة قبل أسبوع، لا تأجيل الحوار. المنتدى أيام تشاورية مستمرة داخل قصر المؤتمرات، والتواصل مع المنتدى هو مفتوح على أجندته كما عبر عن ذلك الوزير الأول يحيى الحدامين وبعض الأطراف داخل الأغلبية، بأنهم رغم أنهم أطلقوا الأيام التشاورية وسيطلقون الحوار بعد شهر من الآن، إلا أنهم منفتحون على المعارضة ويتمنون أن تشاركهم في بقية المسار. وأعتقد أنه دعوة لن تلقى أذانا صاغية، بل المعارضة ستقبل بأن تحدد لها الأغلبية أجندتها وتاريخ الذي ينبغي أن تحاورها به. إلى أي حد ترى بمنطقية المبررات التي قدمها المنتدى لمقاطعة جلسات الحوار التمهيدية؟ كمراقب سياسي لا يطلب منا الحديث عن قناعة مبرر من غيره. المنتدى برر الموضوع بأنه حوار أحادي وأنها الأغلبية تحاور نفسها وأنه منلوق داخلي وأنه على حد وصفه محفوظ البتاحة استدعت زبناءها للمشاركة، وهي رسالة طبعا سلبية تجاه بعض القوى التي تحسب نفسها على المعارضة، استدعوا زبناءهم للمشاركة في الأيام، وأنها لا تعنيهم. هم يرون بأنه حوار أحادي لا يناقش كل قضايا البلد وأن كل القضايا ينبغي أن تطرح فيه. الأغلبية من جانبها ترى أن الحوار هو حوار شامل وأن كل القضايا مطروحة للنقاش وأن جميع العناوين التي طالبت بها المعارضة ولم تطالب بها هي ستحضر في هذا التشاور وستطرح في الحوار الذي سينطلق بعد شهر من الآن، تحديدا في الفترة ما بين 10-20 أكتوبر القادم. وبالتالي لكل طرف رأيه ومبرراته، الرأي العام في النهاية هو الذي يحكم على صدقية وصواب موقف الطرفين. دخول مؤسسة المعارضة الديمقراطية على خط الدعوة إلى إيقاف جلسات الحوار التمهيدي، هل تعتقد أن تجد آذانا صاغية لدى الطرف الآخر؟ صدى بيان المعارضة كان مؤسسة المعارضة كان حاضرا اليوم بقوة في اليوم الثاني للحوار، ولكن من خلال انتقاد بعض رموز الأغلبية لهذا البيان، هم رأوا أنه خروج عن الأعراف المعمول بها. في الغالب المؤسسات الدستورية لا تصدر بيانات وإنما ترسل رسائل للجهات الحكومية من أجل تنبيهها على الخطأ، حجة قد لا تكون مقبولة لدى مؤسسة المعارضة التي ترى أنها معنية بالحوار السياسي ومعنية بالأزمة السياسية داخل البلد، وأنها ترى أن ما يجري داخل قصر المؤتمرات هو حوار شكلي هزلي ينبغي أن يتوقف. الجواب طبعا كما قلت لك صدر من الحكومة قبل أسبوع على المعاهدة من أجل التغيير بأن لا توقيف، الحوار مستمر بمن حضر. شاركت المؤسسة ولم تشارك وهي لم توجه لها دعوة في الأصل، شاركت المعاهدة ولم تشارك وقد شارك بعض رموزها، قاطع المنتدى ولم يقاطع، وبالتالي الأغلبية يبدو أنها حسمت أمرها من أجل إبرام حوار تصفه المعارضة بأنه حادي، وترى هي بأنه شاركوا فيه بعض طيب المعارض وبعض هيئة المجتمع المدني. ما الأفق المنتظر بخصوص الحوار؟ الحوار حسب المعلومات المتوفرة لدينا سيستمر كما قلت لك إلى يوم الاثنين القادم، سيصدر تقرير نهائي أو وثيقة هي وثيقة الحوار. هذه الوثيقة تحدد النقاط التي ينبغي أن تناقش في الحوار الشامل الذي ستدعو له الأغلبية بعد شهر من الآن. هذه النقاط سيصدر معها تصريح بأنها مفتوحة أيضا لأي إضافة من القوى السياسية، ثم يطلب من جديد التواصل مع المعارضة وبعض الأطراف الأخرى المقاطعة للحوار من أجل إشراكها فيه، قبلت أو لم تقبل حسب نفس المصادر سيتم تنظيم حوار بعد شهر من الآن، وتحديدا في الفترة ما بين 10-20 أكتوبر. هذا الحوار ستخرج عنه نتائج أتوقع أن تشمل كل المعطيات التي طالبت بها المعارضة كممهدات للحوار باستثناء ملف الحرس الرئاسي وإطلاق سراح ببرام ولداه والعبيدي، وأتوقع كذلك أن تتم على إثرها الدعوة لانتخابات تشريعية وبلدية مبكرة يتم بموجبها حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مع إصلاحات سياسية وإصلاحات تتعلق بقطاع العدالة وبعض تحسينات القوانين المطالبة بها من قبل القوى المشاركة في الحوار وبعض القوى حتى الرافضة.
لا. الكاتب الصحفي سيد أحمد والبابا، شكرا جزيلا.